السلام عليكم. المحاضرة اليوم اللي بتحكي عن السيلف برايمينج بامب، وحقيقة يعني كان موضوع بحاجة إنه نتكلم فيه، لأنه طيب يا إخوان، في صوت كويس، تمام. موضوع السيلف برايمينج هاي من المضخات اللي حقيقة حلت مشكلة لا بأس بها للبشر في لما بتعامل مع المضخات، لكن أيضا أسيء فهمها في كثير من الحالات أو حملت ما لا تحتمل. فإحنا بدنا نحكي شوي عن المصطلح هذا، يعني لما نحكي برايمينج شو بنقصد في البرايمينج؟ طب هل في طرق معينة للبرايمينج؟ شو هي هاي الطرق؟ بعدين تعال نشوف المضخات اللي مش محتاجة إنه نعملها برايمينج، اللي هي السيلف برايمينج، وطريقة عملها حتى تقدر تعمل هذا الشيء، وبعض الابليكيشنز. فهذا اللي حيكون مسار حديثنا أو مدار حديثنا لهذا اليوم. بداية ويعني كمقدمة، كبداية قبل أن نفوت في كل المواضيع، قبل ما نحكي في البرايمينج والأشياء هاي، خلينا نعمل مقدمة بسيطة إنه كيف المضخة تسحب المي. يعني الآن إحنا شايفين هون أمامنا هاي مضخة، وفي خط السحب هي نازل لتحت عشان يسحب المي اللي هون. طب المضخة كيف تقدر تسحب المي من تحت وتدفع للأعلى؟ كيف تستطيع أن تفعل ذلك؟ الجواب يا إخوان، المضخة نفسها أكيد ما يعني ما عندها لسان طويل عشان تسحب المي ولا الأشياء هاي. باختصار هي تحدث فرق ضغط. طب أنو ضغط؟ من وين إجا الضغط؟ شوف معي، طلع معي. المضخة بتاعتنا، المضخات العادية اللي بنستعملها، لازم بالبداية نحط لها هون رداد، بعدين نعبي المضخة بالمي، وخط السحب كله بنعبيه مي. بعد ما نعمل هذا الكلام، يعني عملنا اتصال مائي يا اخوان، عملنا اتصال مائي من جوا البوليو تبع المضخة لغاية الانلت تبع البايب السكشن مع رداد علشان المي ما ترجعش، بس عملنا اتصال مائي. نيجي قبل التشغيل، طلع معي انا شو عندي ضغوط، شو اللي عندي ضغوط؟ في عندي انا ضغط جوي، اللي هو عبارة عن ايش يا اخوان؟ وزن عمود الهواء، يعني ذرات الهواء لغاية أعلى السماء، تمام؟ العمود الذرات اللي نازل على سطح المي هذا عمود الهواء، هذا هو يا إخوان الضغط الجوي. يعني الذرات هاي إلها وزن، وإحنا بنعرف قيمة الضغط الجوي كأفريج هي كم؟ 1 بار، وهو ما يعادل كمتر هيد 10.2 متر هيد عند مستوى سطح البحر، تمام؟ فإذا هذا وزن إيش؟ عمود الهواء، الضغط الجوي وزنه على سطح الماء. طيب الآن إحنا عارفين هذا المعطى. طيب شوفوا شو راح نسوي لما أجي أشغل المضخة. بمجرد ما أنت تشغل المضخة، المضخة حتدور بسرعة شديدة طاردة الماء اللي هون إلى الخارج، صح؟ طيب هي طردت الماء فجأة من عندها، فحيصير بدك تتخيل كأنه عندك فراغ لحظي، تمام؟ يعني خلينا نفترض إنه هي طردت الماء فجأة، فصار عندي كأنه ضغط صفر جوا، في حين إنه المي عند هذا المستوى الضغط تبعها من جوا البايب كم؟ 1 بار.
إذا نشأ عندي فرق ضغط بين 10 متر هيد إلى زيرو جوا المضخة، هذا فرق الضغط تمام قيمته 1 بار أو اللي هو 10.2 متر هيد. إذا صار عندي ديفرنس في البريشر بين جوا المضخة وبين الإنلت تبع البايب. بفعل هذا بكون انه في صار في دلتا بي، فالماء حينتقل من منطقة الضغط الأعلى إلى الضغط الأدنى، عشان هيك المي راح تجري جوا البايب باتجاه المضخة على نحو مستمر. لكن احنا بنعرف عند فوهة المضخة ما بتوصل مي عندها 1 بار، ليش؟ لأنه 1 بار هون في هذا المستوى، لكن كل ما المي ارتفعت ما في شيء ببلاش، عشان ترتفع لابد انه ندفع بريشر، فعشان هيك حيروح من العشرة هاي الفاصل اثنين، حيروح منها الارتفاع، ومش بس هيك حيروح منها الاحتكاك اللي تعرض له السائل في خلال مساره جوا الخط السحب مع الاكواع مع سترينرز مع الردات كله حتى وصل لفوهة البامب. تمام، فالضغط المتبقي هذا هو الضغط المتبقي عند فوهة المضخة. إذا نرجع منقول ما الذي تسبب في جريان الماء من خط السحب إلى المضخة؟ هو الدلتا بي، فرق الضغط. هذا ينبني عليه عدة أشياء ممكن نستنتجها، إنه مثلا على فرض إنه لو أنا المضخة خليت البايب واسع، ويعني خليت الخط الأفقي أقل ما يمكن، والفيتنجز أقل ما يمكن، يعني لو وصلت مستوى الاحتكاك لواحد متر هيد مثلا، فكم حيكون أقصى عمق إنه أنا ممكن أوصل له؟ حيكون لو افترضنا الماء بارد عشان يكون الضغط البخاري منخفض، حيكون 10.2 ناقص 1 تقريبا 9، 9 إلى 9.2. ماشي، إذا لا يوجد مضخة تستطيع في النهاية إنها تسحب. طبعا في الوضع المثالي، في الوضع المثالي لا يمكن إنه ألاقي مضخة ممكن تسحب أكثر من 9 متر. برجع بقول كوضع مثالي، لو بدنا وضع فعلي لا، الرقم حيقل عن هيك، حيقل عن هيك بمقدار كم؟ على حسب، على حسب شيء اسمه NPSHR تبع المضخة. يعني بمعنى التسعة هاي اطرح منها كمان الـ NPSHR، ساعتها انت بتقدر تعرف اكثر عمق ممكن مضخة تسحب فيه منه من تحت. اوكي، ف اللهم صل على محمد. عشان هيك يا اخوان لو اجى واحد قال لك في مضخة ممكن تسحب من 20 متر، بنقول له هذا الكلام غير ممكن. هلا هناك نوعية خاصة من المضخات مصممة بشكل إنه إلها زي خطين سحب، ماشي، وعمليا خط واحد، بس واحد فيهم بيدفع الماء إلى تحت، وبعدين في نزل خاص، وبعدين بيتم الدفع إلى الأعلى، فممكن هاي النوعية الخاصة من المضخات تسحب ممكن توصل أعماق 45 متر. تمام، لكن هناك الوضع مش عملية سحب اعتيادية، لا، هو المضخة تدفع الماء إلى الأسفل، تمر عبر النزل وبتعاود بعدين تسحب، يعني في ميكانيزم، لكن بدون هذا الميكانيزم لا يمكن مضخة تسحب أكثر من هاي الأعماق زي ما أشرنا. أوكي إخوان، هذه كمقدمة. إذن كيف المضخة تسحب الماء أساساً من أعماق الدنيا؟ طيب نيجي للتعريف. طب لما نحكي برايمينج، كلمة برايمينج، برايمينج إحنا ممكن بنفسرها عربيا بنقول التحضير.
وأنا في ظني أن التحضير قد يكون هو أفضل ترجمة مقابلة للبرايمينج. طب شو هو البرايمينج؟ البرايمينج هي أشياء عملية إحنا بنعملها للمضخة قبل ما نشغلها التشغيل الأول. إيش هو هذا الأكشن أو الفعل اللي بنعمله؟ هو يا إخوان عملية تأمين الماء داخل الكيسنج تبع البمب مع خط السحب تبعها، إنه نأمن الماء في هاي المنطقة كيسنج تبع البمب مع خط السحب بالكامل على نحو ثابت. فعشان أضمن هذا النحو الثابت لابد إنه إيش؟ أحط هون ردات عشان مي ما تنزلش. هاي العملية إنه قبل ما أشغل مضختي أمنت الماء في الكيسنج وماء في خط السحب مع ردات، هاي العملية بنسميها برايمينج. والبرايمينج إذا بدنا نكون أخص هو عملية تأمين الماء في الكيسنج وخط السحب من غير ما نجيب حتى سيرة الردات، تمام؟ لكن في الأوضاع العادية إحنا بنستخدم الردات لإبقاء الماء في هاي المنطقة، لإبقاء البرايمينج، تمام؟ فهذا هو البرايمينج، بمعنى إنه إحنا بنحضر المضخة بتاعتنا، بنحضرها تحضير حتى تكون جاهزة للتشغيل. هذا التحضير هو ما أسلفنا ذكره الآن. أوكي يا إخوان، هذا هو البرايمينج. الآن شوفوا يا إخوان، المضخات في الدنيا هي نون سيلف برايمينج. أوكي، بمعنى إنه أنت إذا بدك مضختك قبل ما تشغلها لازم تعمل عملية البرايمينج. هلا عملية البرايمينج ممكن تتم بعدة أشكال، بعدة طرق. في طريقة وهي الطريقة الشائعة، الطريقة الشائعة يا إخوان، إنه بنيجي بنحط هون زي ما حكينا في الطريقة هون رقم واحد، بنحط رداد وبعدين بنعبي المضخة بالمي وخط السحب كله من المي، بعدين هيك بنكون جهزنا عملنا برايمينج للمضخة فبتصير جاهزة لعملية التشغيل. هذه طريقة وهي الطريقة الأكثر شيوعا. هناك طريقة أخرى، بنستخدم شيء اسمه برايمينج تشامبر. أوكي، برايمينج تشامبر وعاء أو حجرة بنحط فيها مي، تمام؟ تكون هاي، لاحظ كيف هاي الحجرة المضخة بتاخذ سكشن من هون، ولاحظ خط السحب بيبدأ من وين؟ من فوق. فبنعبي هون مي، بيكون دائما فيها مي. فالآن لما تيجي المضخة تشتغل حتسحب من هذا الماء وتضخه، فشو بيصير؟ مستوى المي هون بينزل. لما بينزل شو بيصير في الضغط في هاي المنطقة؟ بينخفض أيضا، الضغط بينخفض. لما بينخفض المي راح تدخل في البايب، هون ما في رداد. أوكي، فالمي، فكل ما نزلت المي من هون راح يطلع المي من هون وحتخش على الشامبر، وبعدين خلص المضخة بتصير تشتغل طبيعي، خلص بتصير هون المي بتتملى والمضخة بتشتغل. وبمجرد ما تطفي المضخة، أول ما تطفي المي في هذا المستوى كله بتنزل للخزان. أوكي، لكن بظل في عندي هون مي في الخزان، هاي ما راح تنزل. أوكي، فهاي عملية، أيضا عملية برايمينج أو طريقة أخرى. في طريقة كمان إنه بنستخدم كومبريسور هواء. طلع معي هون هذا الخط السحب، ما في رداد هون، ما في رداد في المدخل. هون إيش اللي بيحصل؟ في عندي هون آلية، يعني بيسموه برايمينج إيجكتور، وفي نوزل، بيجي هواء مضغوط بيدخل من هون مع النوزل وبيخرج، فبيتسبب إيش؟ انخفاض في ضغط الهواء في هاي المنطقة، بيسحب معه الهواء من خط السحب. فلما بيسحب الهواء بتصير المي ترتفع ترتفع حتى توصل إلى المضخة، وبعدين هذا بيقفل عملية دفع الهواء، وخلص بتكون المضخة بتكمل شغلها طبيعي بدون رداد بدون أي شيء. هناك طريقة أخرى رابعة، زي ما احنا شايفين هون هذا كومبريسور، تمام؟ وكمبريسور ممكن حتى يكون متصل بعدة مضخات مش بس مضخة واحدة. لاحظ في هذا البايب اللي بيحصل برضو بيعمل عملية فاكيومينج. أوكي،
يعني بيسحب الهواء من هاي المنطقة، فبصير الهواء بيطلع والمي بتتحرك معه، وبمجرد هون في زي مفتاح، بمعنى لما بتدخل المي من هون هذا بسكر وهذا بسكر وهذا بسكر وخلص، بنكون هيك عملنا برايمنج وبتشتغل المضخة. طبعا هو بيسحب الهواء من هون وبيسحب الهواء ايضا من هون، تمام، عشان نضمن المي توصل للمضخة ومع خط السحب، وبعدين بيقفل وبيطفي هذا الجهاز. فبالطريقة هاي احنا عملنا برايمنج للمضخة، بعد ما نعمل برايمنج مضخة بتقدر تشتغل. اوكي، فهاي كلياتها عبارة عن طرق، تمام، اللي ممكن نعمل فيها برايمنج للمضخة. زي ما حكينا هذه الأكثرها شيوعا اللي هي المانيوال، لأنه بهاي الطريقة احنا بنعمل برايمنج لمرة واحدة اللي هي عند الأول تشغيل، لأنه خلص في رداد مفروض يحافظ على هاي المي. طبعا المشكلة إذا كان في مشكلة في الرداد بيكون يعني لابد إنه ننتبه لها. طبعا الطريقة الخامسة في البرايمنج إنه يا سيدي بدنا نجيب مضخة هي بتدبر نفسها لوحدها، يعني هاي بنسميها سيلف برايمنج بامبس، يعني مضخة تحضر نفسها ذاتيا، هي لا تحتاج منك إنك لا تعمل، لا تحط رداد على خط السحب، لا تحط تشامبر، لا تحط كومبرس ولا شيء، هي بتدبر نفسها في نفسها، هي مصممة تعمل لنفسها برايمنج بعدين تشتغل. هاي بنسميها السيلف برايمنج بامب، وهي عنوان كنت بقول حلقة، وهي عنوان الدرس تبع اليوم. شوفوا يا اخوان كيف مضخة السيلف برايمنج تشتغل. خلينا نيجي على هناك، لانه اكثر من تصميم، خلينا نيجي على التصميم الاكثر يعني شهرة، او قد يكون اكثر شهرة. هاي المضخات طلع معي، انت بتشوفها زي هيك، شكلها زي هيك، وين راح بوينتر، شكلها زي هيك. اوكي، هاي المضخة طلع معي، انت هاي خط السحب، ما فيش رداد هون ابدا والخط فاضي. هاي المضخات في هي مزودة بحجرة، تمام، حجرة وين؟ في منطقة السحب. اوكي، طيب وايش كمان؟ انت لما تيجي تشغلها اول مرة ما في داعي تعبي مي في خط السحب، ولكن يجب عليك انك تحط مي جوا الحجرة هاي. هاي المنطقة بتحط مي، شوية مي. اوكي، طيب بتروح بتشغل المضخة، لما تشغل المضخة ايش بتصير؟ الامبلر بتدور بسرعة، فبتسحب الامبلر، بتسحب المي اللي هون وبتضخ المي، لكن بمجرد ما تضخ المي، المي هي بس شوية مي، يعني بتنضخ ما في وراها مي، فالمي ما حتطلع من الديسشارج لأنه ما في مي وراها، فمؤمن لجوا المضخة إنه المي هاي تعاود ترجع للحجرة، وبترد الامبلر تسحب وترجع المي، وهكذا زي تعمل تدوير للمي داخلها. طب شو الفائدة؟ لأنه المضخة بمجرد ما الامبلر تسحب المي، هي ما بتسحب بس مي، بتسحب مي وبتسحب معاها جزء من الهواء الموجود في هاي المنطقة، لما تيجي تضخ المي، المي بترجع لكن الهواء بيطلع في خط السحب، في خط الدفع. مع تكرار العملية بتضلك أنت باستمرار كأنك تأخذ مي من خط السحب، فبنخفض الضغط هون، فبتصير المي ترتفع جوا البايب تدريجيا حتى توصل لهون، بعدين بصير عندي اتصال المائي، وبتصير المي تنتقل أو تطلع إلى الشبكة على نحو مستمر. خلص بتصير مضخة بتشتغل زي أي مضخة عادية، البامبينج بضله شغال. أوكي، فإذا زي ما حكينا الإمبلر بمجرد ما تدور هي حتأخذ المي اللي عندها وتطردها، لكن مي هاي كمية قليلة، لا ما راح تعمل كونتينيوتي، ف في انه كونتينيوتي على خط الديسشارج، فما حتعاود الا المي يعني ترجع، لكن في كل مرة تسحب ودفع
كل مرة بناخذ هواء من هذه المنطقة، الهواء بيطلع لبرا، المي بترجع وهكذا. طبعا بمجرد ما انت، طبعا هاي كمية المي اللي احنا حكينا عنها انه لازم نحطها لأول مرة، هي أيضا لأول مرة. ليش؟ لأنه بمجرد ما انت تطفي المضخة، بمجرد ما انت تطفي المضخة، المي اللي هون راح عادي تنزل، لكن المي في جوا الكيسينج حتضلها موجودة، تمام؟ مش حترجع، أوكي؟ حتى المي هون ممكن يعني في كثير مضخات من سيلف برايمينج بتكون اوريدي كمان موجود هون عند تشيك فالف، تمام، نون ريتين فالف. بمعنى لما المضخه تطفي، اوكي، التشيك فالف هذا بسكر، لما تيجي المي بدها ترجع هذا التشيك فالف بسكر، فالمي حتى المي تنحشر. وفائده هذا التشيك فالف يا اخوان انه لما تيجي انت تحافظ على المي ما تخليها ترجع، لما تيجي تشغلها المرة الثانية البامبينج بتم بسرعة، تمام؟ يعني ما حتقعد المضخة من أول وجديد وتسحب هواء وتضخ والمي تطلع شوي شوي، لا خلاص على التشغيل الثاني بتلاقي المي انطلقت معاك أسرع، أوكي؟ بينما لو هذا التشيك فالف مش موجود بصير المضخة بدها تشتغل كل مرة بنفس الميكانيزم، بس هي دائما بتحافظ على المي هون، أوكي؟ إذا هذه طريقة شائعة في المضخات سيلف برايمينج، كيف هي بتأمن برايمينج لنفسها بدون ما تحتاج إلى تدخل منا. هناك أنواع أخرى من المضخات زي هاي المضخات اللي شايفينها أمامكم، مضخات منزلية بسيطة، طريقة الشغل تاعتها بتختلف شوية. هذه برضو المضخات بنحط احنا شوية مي في الكيسنج من جوا، بندير لها مي. هلا هي ايش بتسوي؟ لما تيجي تشتغل حتسحب المي من هون، من هذه المنطقة، من هاي القناة، المي اذا حتنسحب وتدخل من هون. اذا بتلاحظ هون في نزل، هاي المضخات اذا مزوده بنزل داخلي، فالمي لما تدخل في النزل اللي هون بتزيد سرعه المي، لكن في المقابل ايش بسرعه طالما زدت سرعه المي البريشر تبعها بينخفض. لما بينخفض ضغط المي هون صار عندي فرق ضغط، فراح تاخذ معها برضه هواء من هاي المنطقه، والهواء بيطلع لبرا وهي بتضلها تعمل سيركوليشن للمي، والمي حتطلع بخط السحب حتى توصل لهون، بعدها بتصير تشتغل وكأنها مضخة عادية. إذا هذه نوع آخر من مضخات السيلف برايمينج وكيف بتشتغل وهي الميكانيزم تبعها. هلا السيلف برايمينج لو بدنا نقسمهم كأنواع، خلينا ممكن نقسمهم على حسب طبيعة السائل اللي بتضخ. في عندي مضخات سيلف برايمينج بس للكلين ووتر، تمام، يعني لازم تكون مياه نقيه زي هذا الجروب. لاحظ هاي ثلاث انواع مختلفه، طبعا هذه برضو مزوده بنزل من جوا، يعني لا يغرك الانف الطويل تبعها، هي ايضا مزوده بنزل، بتشتغل نفس الميكانيزم بتاعت المضخه الزرقاء اللي هون. هاي المضخات مثلا لكلين ووتر. في عندي مضخات زي هاي، هاي تستخدم برضو سيلف برايمنج، لكن يشيع استخدامها في الاريجيشن، خاصة لما اجي اسحب مي مثلا من انهار او ترع او اشياء زي هيك. بمعنى انا بسحب مي، هي مي مش نقية لكنها ليست سوج، يعني مش سوج، مش ديرتي المي، هاي بتسحب مي مع شوية رمل شوية تراب، عرفت كيف؟ شيء بسيط فهي بتقدر تتعامل معه، فالكيسينج والفوليو تبع يعني في كليرانس تبعها شوي أكبر، أوكي؟ وفي عندي نوع آخر زي هاي اللي احنا بنشوفها، هاي معمولة للويست ووتر سويج، للويست ووتر إجمالاً حتى السويج، ماشي؟ ولاحظ هي مزودة من تحت زي غطا، عشان لأنه هذه
كل فترة وفترة لازم نفتح الغطاء وننظف أي وسخ موجود هون، حتى يعني ما يصيرش عندي نضيق على الحجرة هاي، خاصة إنه هاي لما أجي أنا بدي دائما يكون في مي عشان لتأمين البرايمينج للتشغيل القادم. تمام؟ فإذا السيلف برايمينج بامبس ممكن يكون لكلين ووتر، ممكن يكون سلايتلي ديرتي ووتر، او يكون للويست ووتر. تمام؟ لكن طبعا بصيرش مثلا اروح بتاعت الكلين ووتر استعملها مع الديرتي، او السلايت ديرتي استخدمها للسويج. تمام؟ بتبوظ منك. ايضا احنا السيلف برايمنج لو بدي اصنفها كموبيليتي والكونكشن مع الدرايفر تبعها، مضخات زي هيك مثلا، هذه ممكن تكون زي مضخات الانسكشن والسبليت كيس. تمام؟ اي مضخه سيلف برايمنج ومع الموتور والها قاعده وكابلينج، طبيعي جدا. بل احيانا حتى ممكن مثلا اركب الموتور في ناحيه والبامب في ناحيه، وبيكون الموتور بدور لي المضخه باستخدام السيور. تمام؟ سؤالك كويس. هون أخونا أحمد بيسأل، طب شو الميزة العظيمة للسيلف برايمينج بامب إذا أنا ممكن أعمل برايمينج مع النورمال بامبس؟ فهو يعني شوف، بداية هذا أحد أسباب ليش النون سيلف برايمينج هو الشائع، لأنه باختصار إحنا ممكن نعمل برايمينج. ماشي؟ لكن السيلف برايمينج احيانا في ابلكيشنز معينه زي ما راح نشوف كمان شوي، هي طبيعتها تحتاج مني انه المضخه تدبر نفسها، لانه ما عندي وقت انه انا اعملها برايمنج، راح نشوف حالات كمان شوي. واحيانا بيكون موضوع زي مثلا في البيوت، احيانا في ناس بحب يركب في بيوتهم سيلف برايمنج، بقول لك انا عمي انا في بيتي انا شخص غير متخصص، وانا بخاف مثلا الرداد يعلق في شيء والمي تنزل، فإذا إجت المضخة تشتغل ما فيش مي المضخة بتضرب معي، لأنه إذا ما فيش مي المضخة بتشتغل على الجاف، الميكانيكال سيل عندك بصير بحمى، ما راح ما فيش كولينج له بضرب معي. فالناس مرات في البيوت بقول لك لا يا عمي حط سيلف برايمنج وخلص ريح راسك، عشان لو الرداد صار في شيء كذا المضخة بتأمن حالها. تمام؟ فخلينا نقول هاي هي الجريت ادفانتج في موضوع سيلف برايمينج من هذه الناحية. إذا هي خلينا نقول ادفانتج عملية. أوكي؟ نرجع للأنواع السيلف برايمينج حسب الموبيليتي. فزي ما حكينا ممكن تكون زي هيك بإلكتريك موتورز على قاعدة، وممكن تكون متحركة يعني قابلة للانتقال، زي مثلا زي هيك، هذه قاعدة، هاي مضخة مع ديزل انجن على عجلات، على أساس إني أستطيع إني أنتقل بهاي المضخة من مكان إلى آخر للتخلص من فلود هون، أو يعني فيضانات، رشح مي، أي شيء، التعامل مع حالات طوارئ. واحيانا ممكن زي هاي المضخات يعني بنقلها انا بايدي، وهي تدار بمحرك بنزين صغير، يعني حتى المحرك من نوع اللي بتسحب الحبل تبعه بدور بيشتغل. فهاي يعني للتطبيقات زي واحد طالع رحلة بده يسحب شوية مي كذا، يعرف، او لمزرعة بعيدة ما فيش عنده امور كهرباء، وفي نفس الوقت لا يستدعي يكون عنده ديزل انجن، يعني للتطبيقات البسيطة. تمام؟ بيقدر يستخدم هاي النوعية من المضخات. تمام؟ إذا هاي لو بدي هيك أتخيل السيلف برايمينج من ناحية الأنواع كموبيليتي. هون إلها علاقة بجواب سؤال أخونا أحمد، ونستعرض أيضا بعض الأبليكيشنز اللي السيلف برايمينج لها صراحة أهمية فيها. تمام؟ أهمية تتفوق على المضخات العادية. شوفوا يا إخوان، زي مثلا هون هذا الحالة هاي، ماشي،
هون مثلا كثير مرات تحصل، خاصة في الأماكن بصير أمطار، بيكون أنت عندك مشروع ومي تعبت، بايب ضرب كذا، فبدنا نتخلص من هاي المي، تمام؟ وقد يكون حاجتنا للتخلص من المي على نحو عاجل. طب شو بدنا نسوي بهاي الحالة؟ بهاي الحالة يا إخوان بنجيب هاي المضخة، لاحظ هي قابل للانتقال، رفعوها حطوها ورموا الخط السحب او البربيش تبع السحب، تمام؟ خلص شوية مي من هون، شغل المضخة وبدأت تسحب وتضخ المي حتى ايش نعمل عملية تفريغ للمي هاي المتجمعة، تمام؟ فبنقدر ننشف هذا المكان. اكيد لو انا بدي اجيب مضخة عادية واجيب هذا البايب واصير بدي اركب له رداد وبدي اضمن انه تعرف اذا الرداد ميلته، ممكن خاصه اذا كان سوينج بيفتح، يعني الموضوع بيكون في بغلب، وبعدين بدي اصير اعبي خط السحب بالماي وكذا، لا احنا بدنا إشي سريع. في من التطبيقات زي ما احنا شايفين هون، هاي خاصه في البلاد النهريه او لما يكون عندي احواض مراعي بتجمع مياه أمطار وأشياء زي هيك، تعرفوا مستوى المي هون بتغير، يعني بين الفصول ومطرت ولا ما مطرت، دنيا حر مش حر، عرفت كيف؟ فأنا خط السحب بقدرش أثبته، وفي نفس الوقت يعني لو أنت بدك تجيب مضخة عادية بدك تجيب مثلا خط السحب، طب وين أخليه؟ هون أثبته هون؟ طيب ما انا هيك ممكن يصير ايش؟ ابدا اسحب يعني رمل من بدايتها، صح؟ فهون بيكون مفيد على سبيل المثال هذا البايبينج، لاحظ من هون هو فليكسيبل بس مركب له مثلا زي هاي العوامات بحيث انه اخلي خط السحب راسه من فوق، وهنا في سترينر، فبحيث اني اكون دائما انا بسحب من اماكن قريبه من سطح الماء، تمام؟ هاي عوامات، وإذا نزل مستوى المي هو بتنزل معه بس أنا باستمرار قريب من سطح الماء. فهون الأفضل طبعا أستخدم سيلف برايمينج، علشان إيش؟ يعني لو صار في لحظة معينة مثلا فورتكس ودخل هواء، مضخة السيلف برايمينج ما بيفرق معاها يا إخوان، يعني لو فجأة صار شوية فورتكس دخل هواء مع المي، ماشي حتلاقي الهيد والفلو نزل شوي وبعدين بتحسن بصير في شيء، لكن المضخة بالنسبة لها ما عندها مشكلة تستمر بالعمل، تمام؟ بينما المضخات العادية حتى لو انت حاطط رداد دخول الهواء مشكلة، تمام؟ فالمضخة السيلف برايمينج عندها توليرانس أفضل من المضخات العادية في التعامل مع الهواء لما بيدخل لإلها، لكن ضروري طبعا الهواء ما يعلق جوا خط السحب، ينسحب ويضل طالع، اذا علق لا بيعمل تشالنج حتى لو سيلف برايمنج. اوكي، فهي مثلا حاله. في من الحالات التطبيقات اخرى زي اللي في مناطق السواحل، زي مثلا في المنطقه الشرقيه على سبيل المثال، لما يكون بدهم يبنوا في الاماكن القريبه من البحر، فلما بيجي بيحفر بيتفاجئوا انه في ميه، مياه ارضيه، فهي المياه الأرضية لازم التخلص منها، طبعا مش حتسحبها لكن لابد انك تسيطر عليها بانك تنزل مستوى المياه الأرضية حتى تقدر يعني تأمن يعني أرضية صالحة للبناء والأشياء هاي. حتى أقدر أأمن هذا السحب هناك أكثر من طريقة، في طريقة بنستخدم الديبول بامبس، بنعمل آبار عديدة ونزرع فيها ديبول بامبس، أو في طريقة أخرى طبعا زي ما حكينا انا ما بقدر اوصل لاعماق كبيره، عشان هيك بنحكي عن مناطق قريبه كثير من الساحل، بيجيبوا هذا البايب وبعدين بيزرعوا هذا البايب هيك بالارض، تمام؟ وعده بايبات كلها افرع، وهي كلها متصله بمضخه برايمنج، فبتصير لما تيجي المضخه تبدا تشتغل، تمام؟ تبدأ تشتغل نفس الطريقة بس بتصير تسحب لي المياه الأرضية، فبنزل مستوى المياه الأرضية جوا طبقات الأرض.
طبعا هاي المياه الارضيه بتكونش هيك مي، هي مي مع يعني متداخله بالتكوينات الارضيه، لكن بالطريقه هاي احنا بنقدر ايش ننزل مستوى او منسوب المياه الارضيه من خلال هاي النوعيه من المضخه. هاي برضو سيلف برايمينج. زي حكينا كمان من التطبيقات زي في المنازل اللي عنده قلق من مسألة الردادات والأشياء هاي. أوكي؟ طبعا في من التطبيقات اللي بنشوفها كثير في السعودية، لأنه كثير من أحيان صح فترات المطر في منطقة الوسطى والسعودية إجمالا، خلينا نبعد باستثناء الجنوبية مثلا، بس معظم مناطق المملكة يمكن عدد أيام الماطرة قليلة، لكن مطر احيانا لما بنزل بكميات مهوله، وبتشوف انه فجاه صار في الانفاق تعبت بالمي وكذا الى اخره. فكحاله طوارئ عشان نتخلص من هاي الامور، قد يكون حل هذا زي المضخه الزرقاء اللي امامنا حل رائع. ليش؟ لانه بسرعه بتجيب السياره، سياره الطوارئ مباشره بتجر معاها هذه البامب، ارمي هالخرطوم شوية مي وبلش اشتغل وضخ المي إلى الأماكن اللي أنت بدك إياها. فبتقدر إيش تفضي المضخات أو تفضي الأنفاق بسرعة عاجلة سريعة. وبالمناسبة هاي المضخات أحيانا ممكن فلوريت تبعها يكون كبير، يعني 400 متر مكعب في الساعة عادي جدا ممكن. يعني هاي المضخات تتفاوت، يعني في أحجام ممكن توصل 800 متر مكعب في الساعة وهكذا. ف يعني كفلوريت عندك من المنزلي ابو 1 متر مكعب في الساعه عندك لغايه اشياء كبيره وكثيره. تمام. احيانا مثلا تخلص من الويست ووتر، اذا صار مثلا عندك المجاري مثلا، نفرض في مكان معين صار في المياه المجاري فاضت وكذا الى اخره والروائح، ف ساعتها بيكون حل أمثل لك إنك تستخدم مضخات سيلف برايمينج للويست ووتر حتى تتخلص منها وتقدر تضخها في صهاريج وثم تنقلها إلى أماكن بعيدة. تمام؟ لأنه أذروايز حتضطر تروح مثلا مضخات سبميرسبل بامب، وإنت وين بدك تركب المضخة السبميرسبل بامب وكيف بدك تركبها، فبكونش كثير عملية غير إنه تكلفة و و و بينما السيلف برايمينج بتحل لك هذا الموضوع بشكل عاجل. تمام صحيح. طيب في هون بعض الأخطاء، خلينا نقول الأفكار الخاطئة عن مضخة السيلف برايمينج. يعني في ناس مثلا بيعجبهم مضخة السيلف برايمينج، فيبدو إعجابه لإلها يدفعه إنه يعني يوصفها بما لم يعني توصف. زي إيش؟ يعني في ناس مثلا بيعتقد ما دام سيلف برايمينج معناته ما في ليميت للسكشن ليفت. يعني بفكر إنه إيش عادي ركب مضخة وبتسحب من 15 متر أو 20 متر. وزي ما حكينا يا إخوان هذا الكلام غير ممكن. غير ممكن. ليش؟ لأنه أساس السحب يا إخوان هو الفرق الضغط، يعني القوة الدافعة للسحب هو الفرق الضغط اللي بنشأ بين الإمبلر من جوه الإمبلر تاعت البامب والإنلت تبع البايب. فأنا القوة الدافعة هي الضغط الجوي، والضغط الجوي قيمته ككلية 10 متر. فكيف أنا بدي أسحب من 15 20؟ لا، في ليميت للسيلف برايمينج. سيلف برايمينج زيها زي المضخات النون سيلف برايمينج، زي اي مضخه في الدنيا، نفس الليميتيشن في موضوع السكشن ليفت. وايضا ما يلحقها انه الناس بتعتقد انه المضخات السيلف برايمينج، طبعا بعض الناس انا بتكلم، بيعتقدوا انه ما لهاش ان بي اس اتش ار، يعني زي انه لا هذا موضوع ما بخصهاش. لا يا اخوان، هي مضخه، لانه ال NPSHR موضوع مرتبط بالضغط المطلق ال absolute pressure في خط السحب. تمام؟ وقديش بيزيد عن الضغط البخاري تبع السائل. فهذا معطى أمام المضخة.
ليس يعني مش انه المضخه بتقدر تتدخل فيه، تمام؟ فالمضخه السيلف برايمنج عادي جدا، لها كيرف ان بي اس اتش ار زي مضخات الدنيا، وممكن تتعرض لكافيتيشن عادي، عرفت كيف؟ طيب، في اعتقاد اخر انه كان ورك دراي رن. لا يا اخوان، اذا ما حطيت مي جوا الكيسنج، تمام، ما حتعرف هي تسحب، هي بحاجه لشويه مي عشان تسحب، عشان تسحب معها هواء وتصير تدور هاي المي عشان تطرد الهواء، تنزل بريشر، وبالتالي يصير في برايمنج، وبالتالي يصير سكشن وديسشارج. لكن اذا ما فيش مي بالمره، لا مش حتعرف هي تسحب، فهمت علي؟ لانه هي ليست كومبريسور هواء، فهي ولا فاكيوم بامب، فهي ما راح تعرف تعمل شيء، فهي لا تستطيع ان تعمل كدراي رن. وفي نفس الوقت اذا شغلتها وما فيش مي، هاي المضخات ايضا عندها ميكانيكال سيل زي اي مضخه في الدنيا، الميكانيكال سيل هذا بحاجه لتبريد، تمام؟ فاذا ما فيش مي، ما فيش تبريد، بضرب معك، فعادي جدا. وفي نفس الوقت انه في ناس بفكر انه بتحتاجش مي قبل التشغيل، يعني انه هاي المضخه ركبها وبلش يشتغل بدون ما تحط اي مي جواتها. لا، زي ما شرحنا ووضحنا عمليه البرايمنج، لا، المضخه لازم تحط شويه مي في الكيسنج تبعها حسب ما يوصي به المصنع، عشان نأمن نساعدها انه تعمل برايمنج عشان بعدين تقدر تشتغل. اوكي، فنرجع نقول هاي يعني اخطاء وافكار شائعه عن سيلف برايمنج ليست صحيحه. اوكي، ابدا، هي زي اي مضخه في الدنيا، اللهم انه هي لا تحتاج منك انك انت تعملها البرايمنج اللي هو تعبئه خط السحب بالمي وكذا، هي بتعرف تامن هذا الشيء بنفسها طالما اعطيتها شويه مي في الكيسنج تبعها. اوكي، طبعا نقطة أخيرة بالمناسبة، إنه إحنا في شركة لاما، يعني شركة لاما المحتضنة لهذه المحاضرة، إحنا في شركة لاما عندنا تعاون جميل جدا مع شركة ايديال بومباس، شركة إسبانية بتصنع مضخات السيلف برايمينج، فلذلك نستطيع إحنا في شركة لاما إنه نورد مضخات سيلف برايمينج مجمعة، سواء على ترولي مع ديزل انجن او على الكتريك موتور بمختلف المقاسات اللي بيطلبوها الناس، يعني قصدي للعلم انه هذا الشيء ان شاء الله موجود. تمام، الان قد تكون محاضرة اليوم ابسط واخف من المحاضرات اللي احنا متعودين عليها، لانه طبيعة الموضوع جاي ملموم وحلو، فنفتح الآن باب السؤال لمن يرغب. في حدا عنده سؤال يا إخوان؟ تفضل أحمد. إخوان اللي عنده سؤال عادي بيقدر يفتح المايك، ويعني إن شاء الله بنطرب بسماع صوته، واللي بحب يكتب يكتب، يعني أنا فاتح على الرسائل. هنا في سؤال، هل مضخة نورمال بامب، هل المضخة العادية ممكن تشتغل بدون برايمينج؟ الجواب لا. شوفوا يا إخوان، حتى تعمل عملية ضخ لابد من الموضوع البرايمينج. ليش؟ لأنه لازم يكون عندي اتصال مائي، اتصال مائي مكتمل من الإمبلر لغاية بداية خط السحب، لازم يكون عندي اتصال مائي مكتمل، عشان لما اعمل طرد للمي بضل المي تتعوض، فهمت علي؟
عشان اعمل اقدر اعمل دلتا بي. لكن انه الضغط الجوي هل حيرفع لك المي؟ لا، ما بيرفع لك المي. تمام، الضغط الجوي ما راح هو لوحده هيك يرفع مي، لا. احنا بحاجه انه نحدث فرق ضغط بين الامبلر والانلت تبع الخط السحب. فحتى نحدث هذا الفرق الضغط لابد يكون عندي اتصال مائي. اوكي، بدون هذا الاتصال المائي ما راح يزبط معك. عشان هيك ليش احنا كثير مرات لو انت مثلا مضخه وهي شغاله، اوكي، لو انت عامل برايمنج ومضخه شغاله، لو رحت انت عملت ثقب في خط السحب شو بيصير؟ حتلاقي المضخه فورا يعني حسب حجم الثقب، لكن الهواء بيبدا يدخل، بعد شوي بتلاقي فيه انقطاع في الضخ، يعني المضخه بتدور بس بطل فيه مي تطلع. تمام؟ فالسبب ليش؟ لانك رحت انت احدثت الفرق الضغط في مكان اخر، فالمي بترجع. في سؤال هون، هل بيتم تركيب هاي ليفل ولو ليفل فلوت سويتشز على السيلف برايم؟ لا، هذا موضوع مش مرتبط بالمضخة، هذا مرتبط بالسيستم. يعني مثلا ممكن انا اركب المضخة واكون بعبي تانك علوي مثلا، فبحط عوامة فوق مثلا على اساس انه لما تنقص المي يشغل المضخة عشان تضخ، وبحط عوامة مثلا تحت لو ما فيش، يعني الخزان اللي انا بسحب منه مي لو ما فيش مي ما يخليش المضخة تشتغل، فالعوامات ترتبط بالكنترول كنوع من الحماية للمضخة انه ما تشتغل دراي ران. تمام، فهذا طبعا هي امر متعلق في طريقة البروسيس، لكن المضخة نفسها لا تشترطها كمضخة، اللهم انه احنا بنحميها بهاي العوامات اذا اردنا ان تركيبها. في هون سؤال من اخونا محمد بيقول، هل خط السحب لو كان افقي واطول من 20 متر هل بيكون في مشكلة بالسحب وكذا؟ شوفوا يا اخوان، لا، الاشكال مش يعني، خلينا نحكي الاشكال بالطول العمودي. اوكي، المضخة ما بتسحب 10 متر، اقصد عموديا يعني عمودي، لكن الخط الافقي لا، ممكن يكون اكثر من 20 متر، اكثر من 30 متر. تمام، عادي ممكن. طب اعتمادا على ايش؟ اعتمادا على حسابات الان بي اس اتش اي اللي بنعملها حتى نتفادى الكافيتيشن. الخط الافقي بياثر عليه فقط يا اخوان في الفريكشن، والفريكشن بيكون يعني اضعف وتاثيره اقل بكثير من الارتفاع العمودي. اما الارتفاع العمودي كل متر هو متر حقيقي، يعني كل متر عمودي هو متر بيحتاج متر هيد دايركت، بينما المتر الافقي هو بس الفريكشن تاعه، والفريكشن تاعه ممكن يكون 0.04 متر. فهمت علي؟ فعشان هيك الخط الافقي قد يطول اعتمادا على ايش يا اخوان؟ على برضه له علاقه بقطر البايب والفلوريت، يعني بين قوسين لازم احسب كم حيكون عندي فريكشن. تمام، فاذا كان فريكشن قيمته بسيطه حتى لو كان بايب طويل ما عندك مشكله، طالما الان بي اس اتش اي عندك اعلى من الان بي اس اتش ار تبع المضخه، يعني ما عندي كافيتيشن، عادي ممكن جدا ان المضخه تاعتك تكون او الخط السحب يكون اطول من 20 متر. لكن انا بهمني العمودي بالمقام الاول، العمودي هذا لا بيكونش اكثر من 9 متر، وغالبا بيكون يعني لسه اقل من هيك. عرفت كيف؟ شكرا يا احمد، شكرا يا هيثم. The pump of the lecture of pump start methods wasn't uploaded to start. صحيح، مضبوط بتحكي يا احمد، لذلك لانه كان في مشكله تقنيه. تمام، عشان هيك كمان يعني ما قدرنا ننتجها وكذا، لذلك ستعاد الشهر القادم باذن الله. الشهر القادم سيعاد المحاضرة هذيك حتى نقدر نعملها أبلود.
إذا دخل الهواء لمضخة ذاتية التحضير، هل تحتاج لإعادة تحضير؟ لا، لا تحتاج. المضخة بتدبر حالها يعني، لأنه بضل في مي مش حترجع في خط السحب، فهي بتأمن حالها بحالها. وهي من يعني الشغلات الحلوة في المضخات ذاتية التحضير، إنه يعني دخول الهواء تمام ما بيقطع عنها الاوبريشن، لكن مش معناته يكون الهواء بظله فايت مستمر، لانه فوتة الهواء بشكل مستمر بيأثر على ادائها تمام، وبيأثر على المكونات بس على مدى زمني اطول. لكن والله شوية هواء دخل من هون كذا الى اخره، لا هي عندها توليرنس تتعامل معه بشكل جيد. العفو يا احمد، بارك الله فيك، حياك الله يا كامل. على العموم إذا حدا حضر متأخر أو شيء ما يقلق، فإحنا بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت راح نعيد هذه المحاضرة بس باللغة الإنجليزية، بس نفس المحتوى تمام، فبقدر يعوضها. وغير هيك يعني خلال أيام قليلة إن شاء الله بتم عمل مونتاج لهذه المحاضرة، وبتم عمل أبلود لإلها على موقع شركة لاما على اليوتيوب، فممكن أي حدا يحضرها بإذن الله. بارك الله فيك يا هشام، وشكرا للكلمات الطيبة ولكل الإخوة اللي حضروا معنا ولكل كلامهم الطيب. أنا أسعد بكم جدا وبتحفزوني صراحة، إني يعني أظني هيك إن شاء الله المقدم من خلال شركة لاما كل شيء يعني قد يكون ذي فائدة لكم تمام. وبإمكان أي استفسارات لو خطر على بال أحدكم ما تتردد إنك تبعث لي يعني حتى واتساب على هذا الرقم. يعني هذا رقم واتساب، يعني أي لحظة خطر على بالك سؤال ما تتردد، سواء عن هذا الموضوع أو أي موضوع له علاقة بالمضخات أو الكنترول تبعها أو ما يتعلق فيها ابعث لي تمام. بشكركم مرة أخرى، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في الشهر القادم مع محاضرة جديدة، والسلام عليكم.